ففي هذا السياق أن مجرد العلم لا يرفع صاحبه، إذا لا يغتر الإنسان، لا يغتر بنفسه، لا يقول أنا حفظت القرآن كله أو حفظت الصحاح أو حفظت جميع المتون أو أنني تعلمت كيت وكيت، لا يغتر بذلك، بل يا رب سلم سلم، يسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يرفعه وأن ينفعه، ولا يغتر بشيء من علمه، بل يكون خائفا، خائفا من الله، خائفا من عقاب الله سبحانه وتعالى، ويرجو ربه سبحانه وتعالى النجاة والسلامة. ومما يروى من الأخبار فيما يتعلق بالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقولون أن شخصا بعد الفجر كان جالسا خلف الشيخ، والشيخ ما كان يشعر به ولا يدري به، جالسا بعد الفجر يذكر الله، فأخذه شيء من النعاس الذي هو الشيخ محمد رحمة الله عليه، فضرب على فخذ نفسه وقال يا محمد النار، يا محمد النار، يخوف نفسه بالنار ويذكر نفسه بالنار. فمثل هذه المعاني عندما يحضرها الإنسان في قلبه، وأن هناك نار وهناك عقاب وعقوب بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يغتر بعلومه مهما كانت، لا يغتر بغزارتها، لا يغتر بكثرتها، بل لا يزال يخوف نفسه ويسأل الله الثبات، يسأل الله الهداية، يسأل الله العون. نعم.